Berikutnya kami panggil dengan nomor peserta TQI 406. Nomor peserta TQI 406. Peserta ini akan membaca surah Sad. Dimulai dari ayat 27 dan seterusnya pada halaman 455. Peserta ini akan membaca surah Sad. Dimulai dari ayat 27 dan seterusnya pada halaman 455. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أولو الألباب.
نعم العبد إنه أواب. صدق الله.